بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد أهم الأسئلة اللي موجودة على الوحدة 8 اللي هي بتتكلم على الدائرة الكهربية للتلاجة النفرست. وإيه الأسئلة المتوقع ممكن تجيلي في الجزء ده من الوحدة الدائرة الكهربية للتلاجة النفرست؟ تعال ناخد كده أول أسئلة بتجيلي اختار. تمام، ده لو جاتلك اختار. طيب بقولك يوصل قاطع الوقاية من زيادة الحمل الخارجي اللي هو الأوفرلود مع محرك الضغط، هل هو بالتوالي ولا بالتوازي ولا بالتضاعف؟ طبعا أكيد بالتوالي. أي حاجة بتعمل كنترول، أي حاجة بتتحكم، لازم تتوصل توالي مع الدايرة عشان تفصل. زي المفتاح كده لما بتوصل مع اللمبة لازم يتوصل توالي. تمام. سرنوسات النفرست هو سرنوسات ذو طرفين، تلاتة أربعة طبعا طرفين. سرموستات النفرست هو سرموستات من نوع العادي الهوائي التجميد المائي، نوع الهوائي بتحكم في كمية الهواء اللي بتخش الكابينة اللي جاية من الفريزر. تقاس قدرة السخان بالفولت أمبير، صح. تقاس قدرة السخان بالواط، صح. يبقى تالت واحدة اللي هي فولت أمبير أو بالواط. تمام. تاني نوع من الأسئلة وارد هو يجي لنا حاجة زي كده، صح وغلط. من عيوب التلاجة النفرست مقارنة بالتلاجة المنزلة العادية اللي هي الديفروست انها صعبة الصيانة. طول ما زادت الامكانيات بتاعتها والمميزات اكيد تبقى صيانتها بتبقى اصعب. تبقى الاجابة صحيحة. يترتب على عدم تطبيق الصيانة الوقائية الصحيحة عطل مفاجئ للماكينة، طبعا صح. السرموديسك يعمل على فصل السخان عند ارتفاع درجة الحرارة عند 72. السرموديسك يا 72 دي اللي يشوف 72 يقولك صح، لا بس ده اللي بيعمل ده السيرمال فيوز مش السرموديسك، يبقى الإجابة خاطئة. التايمر في حالة فصل التيار الكهربي لفترة ثم إعادة توصيله فهو يبدأ حساب الزمن من البداية ولكنه يكمل حساب الزمن من آخر وضع كان عليه عند الفصل. بص كده تاني، التايمر في حالة فصل التيار لفترة بعد كده لما اجي اوصل له التيار تاني فهو يبدا حساب الزمن من البدايه. تمام. السؤال ده مكتوب غلط، اعدله لك لحظه. السؤال بالشكل ده، التايمر في حاله فصل التيار الكهربي لفتره ثم اعاده توصيله فانه يبدا حساب الزمن من البدايه، طبعا اجابه خاطئه. بيكمل، انا كنت مكمل لك الاجابه الصح. تمام، يبقى السؤال بالشكل ده يبقى بيكمل ورا الزمن اللي هو كان عليه. لا يمكن ضبط أزمنة الفصل وتوصيل تم النفرست، صح. ده ضبط مصنع بيجي بالفترة اللي هو عليها 8 ساعات تلت ساعة على حسب. تعمل مروحة المبخرة ومروحة المكثف ومحرك واحد في التلاجة المنزلية النفرست، إجابة خاطئة. كده خلصنا إجابة الصح والغلط. نخش بعد كده على حاجة تانية. شوف السؤال بعد كده، ليه الصيانة الوقائية؟ بيتكرر كتير السؤال ده، ليه الصيانة الوقائية أهم أنواع الصيانة؟ ليه كذا سبب. أول حاجة بتجعل أجهزة التبريد والتكييف دائما في حالة الاستعداد التام. تمام، بتحدد تكلفة الصيانة مسبقا، تخفيض مخزون قطع الغيار، التقليل والحد من ساعات العمل الإضافية. بمعنى ان الصيانة الوقائية انا بحمي نفسي، مش بستنى ان المكنة تعطل، بعمل صياناتي، تغيير زيت، تزييت، تشحيم، تغيير اي حاجة متوقع اللي ممكن يحصل فيها مشكلة كل فترة، يبقى بالتالي بحمي نفسي اللي ممكن يحصلش بقى ان المكنة تعطل فجأة واخسر. فعشان كده الصيانة الوقائية من اهم انواع الصيانة. السؤال بعد كده بيقول لي ليه بقى افراغ شحنة المكثف الكهربائي قبل اجراء اي فحص؟ بفرغها. ليه بيتم تفريغها؟ حتى نتمكن من التعامل معه دون التعرض لصدمة كهربائية. طبعا المكثف لو مشحون وانا لمست الطرفين بتاعته تمام بايدي بيفرغ الشحنة كلها فيه، فالمكثف دوت لو ساعته كبيرة يحصل لي صدمة كهربائية وممكن اتعرض لوفاة. دع الكلمات الآتية في أماكنها الصحيحة. الصيانة هي مجموعة العمليات
التي تتم لإصلاح أجهزة برود التكييف نتيجة حدوث تلف. دي الصيانة اللي هي الإيه؟ نتيجة حدوث يعني حصل خلاص بالفعل عطل، يبقى دي الصيانة الإيه؟ الإسعافية. تاني حاجة بقولي الصيانة هي أعمال العناية التي تجرى على أجهزة برود التكييف بصفة دورية حسب خطة زمنية، يبقى أنا بعملها مسبقا تمام، يبقى دي الصيانة اللي احنا لسه متكلمين عليها، الصيانة الوقائية. بعد كده هي مجموعة العمالة يتم لإصلاح أجهزة برود التكييف حسب خطة زمنية موضوعة تحدد من قبل بقى مصنع الآلة تمام، مصنع الآلة، دي الصيانة العلاجية. الصيانة هي عملية في حالة توقف الآلة أو المعدة، دي الصيانة هي عملية طبعا هنقول إيه مستمرة. يتم تشغيل الكباس لفترة ثم إيقافه بواسطة وتشغيل السخانات، يبقى التايمر من غير ما أكمل يعني. تقوم بتوصيل وفصل كونتاكت التايمر في الثلاجة المنزلية النفروست، دي اللي هي كامة التايمر. قارن بين السرموديسك والأوفرلود، ده حاجة وده حاجة خالص. السرموديسك بيعمل على فصل السخان الكهربائي عندما ترتفع درجة حرارة ملفات الإيفابوريتور تمام، ملفات المبخر. أما الأوفرلود ده قاطع وقائي من زيادة الحمل، يعمل على فصل الضغط وذلك عند زيادة الحمل أو ارتفاع درجة حرارته الإيه الضغط. إيه الفرق بين التلاجة الديفروست والتلاجة النوفروست؟ طبعا التلاجات الديفروست اللي هي بيتم إزالة الصقيع بها يدويا، أما ثلاجات النوفروست التي يتم إزالة الصقيع بها أوتوماتيكيا بوجود تايمر وسخان إزالة. السينما فيوز عشان اشوفه شغال ولا لا، طبعا بجيب جهاز الافوميتر بظبطه على قراءة الاوم وابتدي اقيس الطرفين بتاعته تمام. السينما فيوز لازم يكون في حالة توصيل، لو في حالة فصل يبقى دوت محروق تمام، لو اداني قراية يبقى هو تمام، ما ادانيش يبقى ده بايظ تمام. للصقيع اثار ضارة على اداء الذكاء، التلج اللي موجود اللي بتكون التلج دوت ليه اثار ضارة؟ اه طبعا التلج ده يعني بيبقى عائق وبيقلل عملية التبادل الحراري بين الهواء ووسيط التبريد تمام، اللي بيمشي في ملفات ومواسير المبخر، وبالتالي يؤدي إلى تقليل كفاءة الايه التبريد. اذكر الأجزاء الرئيسية لكارت التشغيل. كارت التشغيل هي الكارتة اللي هي البوردة، أول حاجة طبعا مظهر حماية طبعا بيحمي الدائرة من أي أمبير عالي تمام، في ريستور عشان يحمي الدائرة من الفولت العالي، محول عشان اللي هو الترانسفورمر يحول الجهد من 220 ل 12 فولت اي سي، قنطرة التوحيد عشان احول التيار المتردد اللي هو الاي سي احوله الى دي سي، هو عبارة القنطرة دي عبارة عن 4 دايود، مكثف تنعيم للحصول على تيار مستمر 100% تمام. انا كده يعني هو جاي لي 220 اتحول ل 12 بس اي سي، بعد كده حولته ل 12 دي سي، وعندي هنا مكثف عشان احصل على تيار ايه مستمر. بعد كده عايز عندي ريجوليتور اللي هو منظم جهد عشان احصل على 5 فولت عشان اغذي بيه المايكرو بروسيسور، المايكرو بروسيسور اللي هو متخزن عليه برنامج تشغيل الايه التلاجة وعليه الاوامر وكل حاجة، العقل الموجود في الكارت نفسها. تكلم على التلاجة الانفرتر والتلاجة الميكانيكية العادية. طبعا الانفرتر معرفين ودرسنا وقلنا دوت بيتم التحكم فيه في سرعته على حسب الاحمال، اول ما بتيجي التلاجة تشتغل بيشتغل بسرعه قليله، بتبدا السرعه دي تزيد تدريجيا تبعا لوجود حمل، طول ما الحمل زايد سرعته تزيد وطول ما الحمل يقل فالسرعه بتاعته بيقل تمام. بالنسبه بقى للتلاجة العاديه دي طبعا بتشتغل بكامل قوتها بكامل طاقتها اللي هو الضغط تمام، حتى لما اصل لدرجه الحراره المطلوبه أول ما وصل لدرجة الحرارة المطلوبة بيتم فصل الضغط عن طريق الثرموستات. أما الضغط الإنفرتر بيدنه شغال على طول بس سرعته بتتغير على حسب الحمل، ده الفرق بين الاتنين. ده بقى عندي أعطال، تحدد السبب والعلاج. الضغط بيحاول البدء ولكن الأوفرلود يفصل، الضغط عايز يقوم ولكن بيتم فصله عن طريق الأوفرلود. ممكن يبقى أول سبب بنشك طبعا في الكهرباء، ممكن يبقى انخفاض شديد في الفولت تمام، بقيس الفولت في البريزة وأشوف الفولت مظبوط ولا لأ، ده العلاج بتاعه.
ممكن يبقى الريلي بايظ وما بيدخلش ملفات التقويم، فالضاغط دي يقوم فاصل بيتم ايه اختباره وبغيره اذا كان تالف. ممكن تبقى ملفات التقويم مقطوع، تمام، بعتبر ايه وبختبر ملفات التقويم اشوفها اقيسها كده في مقاومه ولا مفيش، تمام. يبقى الاتنين دول مرتبطين ببعض، لان الريلي ده لو بايظ مش هيدخل ملفات التقويم. ممكن لو الضغط ده شغال بمكثف تقويم ممكن يبقى هو السبب، بختبره، تمام. ممكن الاوفرلود نفسه يبقى بايظ، بختبره. نخش على اللي بعده، الضغط يعمل بصفة مستمرة مع عدم وجود تبريد كافي بالكابينة، الضغط شغال على طول بس مفيش تبريد. أول حاجة طبعا أشك في الفريون، نقص شحنة مركب التبريد، أشوف وأزود لو كانت الشحنة ناقصة. مروحة المبخر مش شغالة وبالتالي مفيش تبادل حراري، يبقى الضغط شغال ومفيش تبريد، تمام. ممكن يبقى في كمية كبيرة من التلج بتبقى عامل عازل، كمية كبيرة من التلج على زعانف ومصير المبخر، يبقى بالتالي عملية الإذابة مش شغال. عندك بقى التايمر فيه مشكلة، السخان فيه مشكلة، تمام. لازم بقى بتكشف الدارة الكهربية. وممكن يكون الثرموستات مضبوط على درجات تبريد قليلة خالص، فمش عايزة توصل للدرجة اللي انت عايزها، ففي الحالة دي بظبطه عن طريق البكر. طيب آخر سؤال معايا، بقول لي ارسم الدارة الكهربية للتلاجة اللي بين نفرسته. طبعا دي رسمة اسهل من اللي موجوده في الكتاب، ممكن هنا تشتغل على ريلي تيار عادي، وممكن تشتغل على ريلي الكتروني وتحط مكثف تقويم ومكثف تشغيل، دي مرسومه ودي مرسومه لما احنا شرحنا الواحد. ضاغط او محرك الضغط، عندك اوفرلود، تمام، عندك تايمر، ثرموستات، دايره الاذابه، عندك سخان، ثرموديسك، ثرمال فيوز، تمام، دايره الاناره، لمبه ومفتاح. خلي بالك المفتاح ده بيتحكم في المروحه ديت، في حاله فتح الباب الكهرباء بتوصل للمبة وتتفصل عن محرك المروحة. شوف ده مزدوج، لا يوصل كده لا يوصل كده، ده الوضع الطبيعي ان الباب مقفول وبالتالي مفيش تيار هيوصل للمبة. اول ما بفتح الباب ده بيوصل مع ده، فالتيار بيوصل للمبة وبينفصل عن محرك مروحة المروحة. ودوت باب الفريزر لو اتفتح برضو بيفصل لمبة او بيفصل مروحة الايه المبخر، ملوش علاقة باللمبة، تمام. المفتاح ده ملوش علاقة باللمبة دي، تمام. ده بقى بتاع الفريزر، الفريزر ما فيهاش لمبة. عندك سيرمو ديسك وسيرمال فيوز، سخان إذابة، وشرحنا ده كل المكونات، تمام. دي الرسمة بتاعتها وتعتبر أسهل من اللي موجودة في الواحد. بكده اتكلمنا يعني بنسبة كبيرة من الأسئلة المتوقعة اللي هي تجينا في حاجة زي كده. طبعا هقول مستني اسئلتكم، بس نخلي الاسئله دي طبعا لما بنيجي نعمل حلقه او مناقشه مع بعض، بنحدد ميعاد اونلاين وبنخش فيه مع بعض، اللي عنده سؤال بيبتدي يحضره. اتمنى لكم التوفيق في رعايه الله، واشوفكم ان شاء الله فيديو تاني.